لم تكن الحسابات المالية لمحمد بوسعيد مضبوطة على إيقاع ما اشتهى اقتصادنا الوطني من نمو نتيجة، ليتضح ضعف أداؤه كوزير داخل حكومة سعد الدين العثماني. فكان مصيره الخروج من البيت الحكومي بقرار ملكي اختزن في عمقه حرص أعلى سلطة في البلاد على تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد. المغاربة كاملين هنا كيتسائلوا على أسباب إقالة الوزير اللي وصف المغاربة سابقا بالمدوي خلال حملة مقاطعة. النتيجة وحسب وسائل الإعلام الوطنية حملها ملف ثقيل رفع إلى الملك قبل أسابيع، فيه تفاصيل مثيرة عن صفقة تفويت مجموعة سهم للتأمين متواجدة في أكثر من 20 بلد إلى شركة سانلام للتأمينات الجنوب إفريقيا في صفقة قياسية قدرت القيمة المالية ديالها أزيد من مليار دولار. وحسب المتداول أشارت المعطيات المجمعة في التحقيق أن معطيات دقيقة في ملكية الدولة حملها قانون المالية لسنة 2018 استغلت بشكل غير بريء في إبرام صفقة سهم بعد تم طبخ الصفقة ذات المليار دولار على نار هادئة، بحيث تم تعطيلها حتى يمر قانون المالية 2018 في غرفتي البرلمان للتصويت عليه ولكي يحمل مادة جديدة ما كانت مدرجة من قبل في أي قانون مالية سابق. والمادة الجديدة اللي قام محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بإدخالها في قانون مالية 2018 واللي صوت عليها البرلمان بغرفته ما كانش سوى المادة 129 اللي كتحدث عن إعفاء مثل صفقة سهم من دفع أي رسوم لخزينة الدولة كما كان معمول به سابقا عند كل عملية بيع أو تفويت الأسهم. وبهذا الإعفاء اللي وضعه وزير الاقتصاد والمالية في الأنفاس الأخيرة لقانون المالية تم إعفاء صفقة ملاحفظ العالمي وشركة سانلام جنوب إفريقيا وبقوة القانون من دفع ما يقارب 30 مليار سنتيم كرسوم عن صفقة لخزينة الدولة أي 3% على القيمة الإجمالية للصفقة. وبهذاك يكون وزير الاقتصاد والمالية المقال عطل بشكل متعمد تمرير قانون المالية 2018. وهالتقرير حسب وسائل إعلام مغربية هو اللي دفع بإقالة الوزير محمد بوسعيد. في سياق متصل كينشدوا مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر تعليقات حول إعفاء وزير الاقتصاد والمالية من المنصب ديالو عن المحاسبة المرتبطة بالمسؤولية.